عاش حياته حزينة ومات وحيد، لقبوه بوريث الوحدة واليتم، تنبأ بوفاته. سر رسالة كتبها لأحمد زكي بكت كل اللي قرأها. هيثم أحمد زكي: بابا انت وحشتني، نفسي أقعد معاك. جزء من رسالة بمرارة اليتم. كتبها الطفل أحمد زكي لوالده اللي كان مشغول عنه بأعماله الفنية، وقال له فيها: يا بابا انت وحشتني أوي أوي، نفسي أقعد معاك، أرجوك رد عليا أو كلمني، ولو لسه زعلان مني أنا آسف، بس عايز أشوفك، خلي بالك من نفسك يا بابا، أنا كويس مش عايز حاجة، بحبك قوي يا بابا. أمنية اتمنى يحققها الطفل هيثم، وشاء القدر إنها تتحقق ويقعد معاه بعد فترة، لكن القدر يفرقهم، وبعدها بيديهم فرصة الوجود مع بعض للأبد بعد ما أدركهم الموت في سن صغير، فبقوا مع بعض في مقبرة واحدة مش هيعرفوا يخرجوا منها. عانى هيثم أحمد زكي طول حياته من الوحدة، فبعد ما فتح عينه على الحياة شاف والده ووالدته منفصلين، وكل واحد فيهم عايش في مكان، فمعاش حياة سوية زي كل أبناء جيله. بس دي ما كانتش الصدمة الأولى في حياته ولا الأخيرة، فهو 4 سنين بيصحى هيثم على خبر وفاة والدته، وبيعيش بعدها مع جدته عشان بعدها يتصدم بوفاة جدته اللي للأسف هي كمان ما بتكملش في حياته كتير وبتموت، وبيضطر انه يروح يعيش مع خاله 2 سنين وخاله كمان بيموت، وما بيبقاش في حياة هيثم حد غير والده الفنان أحمد زكي اللي مشغول بمسيرته الفنية. الموت كان في حياة هيثم زي الشبح اللي بيطرده في طفولته، وقال انه هيتعافى منه بانتقاله أخيرا عشان يعيش مع أبوه، وبيبدأ سنين شبابه الأولى في كنفه، لكن كان للموت رأي تاني اللي قرر يختار المرة دي آخر حد في عيلته، المرة دي أبوه اللي عاش طفولته بيحلم يعيش معاه، وما قدرش يعيش معاه غير 5 سنين بس. كانت الصدمة كبيرة، ومن بعدها عاش هيثم مطفي ومستني دوره، ويمكن اللي خفف عنه وقتها شوية انه اضطر يدخل مكان ابوه في فيلم حليم. من صغره بيعشق الفن ونفسه يبقى ممثل زي ابوه اللي كان في اخر ايامه بيتحدى المرض عشان يكمل اخر اعماله حليم، لكنه مقدرش وقضاء الله نفذ، فتشجع هيثم انه يكمل الفيلم ويصور مشاهد والده في الفيلم في مرحلة الشباب، خاصة انهم شبه بعض جدا. وبيقول هيثم عن الفيلم: كان بالنسبة لي مستحيل، لكن وجودي جنبي في المستشفى عامل كبير في استمادة قوتي، لكن ما عملتش العندليب 100% لأنها شخصية صعبة جدا، خاصة أني بعمل عبد الحليم حافظ وأحمد زكي. وقال أنه تأثر جدا برأي النقاد والكتاب، لكنه ما جلدش نفسه بسبب ظروف الفيلم مع صعوبته، وكمل وقال: كنت بحس بإنجاز كبير لو واحد بس شكر في الدور، ولولا أن شريف عرفة كان موجود لم أكن أستطيع عمل أي شيء بالفيلم. عمر هيثم مش طويل في عالم الفن، فمسيرته بتتلخص في عدد قليل من الأعمال، أبرزها الكنز بأجزائه ومسلسل كلبش ومسلسل دوران شبرا و7 وصايا وبلياتشو، وآخر أعماله كان مسلسل علامة استفهام واللي تعرض في 2019. هيثم كان بيعاني طول حياته من الوحدة والفقر، عشان كده كان حاسس انه هيموت وحيد، على الرغم من انه حاول يتخطى الاحساس ده بانه يقرر يعمل اسرة وخطب فعلا، لكن القدر ما امهلوش لحد الجواز. في واحدة من اللقاءات التلفزيونية قال هيثم انه حاسس انه هيموت وحيد لانه ملوش حد في الدنيا، لكن ساعات بيحس ان كل الناس اهله. وفي 7 نوفمبر 2019 صدم الوسط الفني بوفاة هيثم في عمر ال 34 بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية في بيته، اكتشفها احد افراد امن التجمع مع السكني اللي عايش فيه، وبتقول خطيبته ان اخر حاجة قالها ليها في التليفون: لا اله الا الله واستغفر الله. ومن الازمات اللي تعرض لها هيثم في حياته اتهامه في جريمة قتل بعد يناير 2011 بسبب المسدس اللي ورثه عن والده واتسرق منه خلال فوضى الثورة، واللي سرقه نفذ بيه جريمة في الصعيد، واضطر انه يفضل مستخبي وهربان لحد ما اتقبض على المجرم الحقيقي وخد براءة من التهمة المنسوبة اليه.